اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي، اول مره زورني في الاسم. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته، بنت جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يلا يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير، سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه ده شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا معايا يا حبيبي. اقول لك على حاجه، اللي هجروا ورايا دول يا بسيوني. واللي بيسمي يا بسيوني بس يا بسيوني يا حبيبي تعالى اقول لك. استنى بس اقول لك على حاجه. لا لا تأخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. الهاني يا بابا، الهاني يا بابا. شفت بسيوني يعمل فيا ايه يا بابا؟ البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى فيه سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه بلا شيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الساري يا بابا. يلا يا بنت، يلا انجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بستعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت، جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ افضل احبك طول العمر. بحبك. اوباش مسك ايديها، نكبس عليهم بقى ونعرف فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. انت لا مؤاخذه يا باشا، اوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. بابا ماما. اهلا اهلا، تاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده لنا وصاب. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه؟ عمليه تجميل؟
بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوه ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم بسيولي الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بس والله وحشتني بس. والله وانت كمان. انت فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي. على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه. كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان. عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه. انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل يا فقر. ادي وحشني. ادي وحشني يا بسوني. تعالى تعالى تعالى. ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم يا فقر. كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العزم يحيى العزم. قدامي. تمام يا فندم. قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك. انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا. انا جايبهولك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي. و حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل. يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين. عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم. يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط. ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم. ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع! ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم. ربنا يشفيها لسعتك. مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم. ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدة. باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم صقر. خلاص انا متفائل بيه، والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة. التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط بسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها. ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور. وريني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك، علي جرى وامسح دموعي من ايدك، علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك، علي جرى.
الجريمة والضعارة، يعني مسيوني باشا، يعني الأمن والأمان، يعني الشرطة بخدمة الشعب، والشعب يجمع عينه عشان الشرطة. واسمع سلام رغبة الأجيال، لما محمود عبد العزيز فتح الراديو لقى مصر غالبة ليه. كله تمام يا باشا، الحمد لله. الأمن مش مستتم والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة من 30 محضر. يا عم اختف أنت، بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا جنب أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. عماد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب، ومهما كان دليلته العمر. ها؟ رواقوا رواقوا. لا مؤاخذة سعادة الباشا، الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن كلم الحاج. يا نتن كلم الحاج. يا تحفة. ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قراط من القراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي يتحرق القراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشا، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. الصراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ في حصاله اعراض. ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا، بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 واحدة يا اخوانا، مش كده؟ ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدي. 19 محضر. ايه بلدينا دي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي لحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا مغزى يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش داخل. انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتن، يعني الشتيمه ما تنزلش. انت مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نجدة باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض، وانت واقف تتفرج على الضابط. انت عارف انا بتضرب بكرسي، انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدة باشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. في بيتك
لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقل عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في صحه اني افخخ كلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوك بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفا الدولية، في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره، الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمة يا استاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بفرق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابو امه وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني، أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي.